احنا اليوم وقفه تضامنيه مع النساء الايرانيه ضد الصحن اللي قاعدين يتعرضوا له ضد سلب حريتهم والقمع. دونك اليوم خرجنا باش نقولوا متضامنات مع النساء الايرانيات، لكن احنا بيدنا في اليوم كنساء تونسيات عندنا العديد من المخاوف على حقوقنا اللي اليوم قاعده تتهدد في ظل نظام قيس سعيد بعد مرور الدستور والنظام الانتخابي الحالي. اليوم حبينا نعبروا عن التضامن، لكن زيدا حبينا نعبروا على ما وخفنا المخاوف نتاعنا الكبيره والتهديدات اللي قاعد يصيرونا اليوم كنساء تونسيات. اصوات نساء زيدا نوقف في الديناميكيه النسويه اللي فيها جمعية نساء ديمقراطيات وبيت وأمان والعديد من الجمعيات النسوية اللي رفضنا القانون الانتخابي هدايا، وباش نقدموا العديد من باش نعملوا العديد من التحركات القادمة ضد القانون هدايا الجائر اللي يحرم المرأة التونسية من العمل السياسي والمشاركة في الحياة العامة، واللي هدايا قاعد يرجع فينا التالي في حين احنا نسخان روحنا قدمنا العديد من الأشواط في المساواة بين النساء والرجال بالقانون الانتخابي هدايا باش يتم إقصاء النساء من الحياة السياسية كذلك من الحياة العامة كذلك في التشريع وفي القوانين اللي نجم من نهار آخر يأثر على حياة النساء بصفة عامة. القانون الانتخابي هدايا باش يكون مجالس يعني بأغلبية رجالية بحتة، ما يخليش مشاركة عادلة للنساء اليوم، ويعطي أكثر حظوظ لأصحاب الأموال والوجهة في الجهات الكليكة ويمنحهم من حقهم في المشاركة بصفة عامة. دونك احنا نعتبروه اليوم هالقانون الانتخابي هذا قانون إقصائي اللي يقصي نساء من الحياة العامة بصفة عامة مش من الحياة السياسية فقط.